أخبار اليوم. أكثر المشكلات التي تعرض لها المجتمع، أكثر مشكلة المجتمع بيلاقيها نتيجة التطرف العنصري، هل هي الإرهاب؟ هي أكثر المشكلات التي يتعرض لها المجتمع نتيجة التطرف؟ البطالة، الإرهاب ولا التمييز أو الانقسام المجتمعي أو تدني الأخلاق؟ لا، تدني الأخلاق. تمام، حضرتك قلتي ان العوامل الاكثر تاثيرا على انتشار التطرف هي البطاله. البطاله طبعا، ولا الفقر ولا الجهل ولا التعصب. البطاله بتؤدي لايه؟ للفقر. ما هو دلوقتي انا ما بشتغلش، بتاديني ان انا ابقى مش لاقي اكل. طيب تمام. فكره الحمله بدات في امان التدريب وتثقيف حزب المصريين الاحرار من شهر 8 2014، وكانت على فكره ازاي نجفف منابع الارهاب بشكل حقيقي، بما اننا حزب سياسي او منظمه مدنيه بالاساس، فاحنا هيبقى منوطين بتكثيف منبع البشري للارهاب. وعشان نشتغل على الارهاب بشكل حقيقي، كان تم تحليل ده من خلال تدريب وتثقيف المصريين الاحرار، عرفنا ان احنا منوطين بمحاربه التطرف بشكل كبير. قدرنا نوصل لتعريف واضح بشكل كبير او بسيط للمواطن المصري يعني ايه تطرف، وليه اسباب التطرف وطرق مواجهته، وايه اكتر الجهات المؤثره في انتشار التطرف او طرق مواجهته والعلاج ده. هل هي دور العباده، المؤسسات التعليميه، الاسره والتنشئه؟ كان في عوامل اجتماعيه وعوامل اقتصاديه كبيره زي البطاله والفقر. بالاساس هيبقى في مرض وجهل هيساعد التطرف وانتشاره. المرحله الاولى من الحمله هي قائمه على استبيان، تعرف على اراء المواطنين، طرق مواجهه التطرف، في محاوله للوصول لمشروعات تستوعب طاقات الشباب بشكل حقيقي تنفيذي لده، او مشروعات لقوانين تقدر تجفف منابع التطرف والارهاب بشكل سليم. قائم على الحمله امانه شباب المصريين الاحرار بتعاون مع التدريب والتثقيف. التطرف هو فكره بمجرد ما بتبدا تتحول لسلوك بيبقى فيه ارهاب. عشان كده احنا بنحارب التطرف قبل ما يبقى سلوك ارهابي، لان جهات محاربه الارهاب مش مؤسسات مدنيه. احنا قدرنا نشتغل على ده، وكان مشاركه معانا من شرق القاهره في مدينه عين شمس وموقف ميدان الالف مسكن، وانضم كمان. كان شيء ايجابي ان المواطنين بتتفاعل مع الاستبيان بشكل حقيقي. كنا هنبقى خايفين ان المواطن مش هيبقى حابب على الاقل يجاوب على الاسئله حتى لو كانت اختيارات. ناس كتير ابتدت تملى معانا استمارات بشكل كويس في الاماكن اللي نزلنا فيها، حتى كان اخرهم اسماعيليه الاسبوع ده، ولسه الاسبوع الجاي ان شاء الله هنبقى في الصعيد. ناس ابتدت تملى الاستبيان، واللي ما كانش عنده وقت كان بيسالنا على الاستبيان الالكتروني، وكان بياخد الصفحه بتاعت الحمله على الفيسبوك اللي هي وطن ضد التطرف نقطه وطن حر، او الاكونت على تويتر ضد التطرف، عشان يبدا يتواصل معانا. وبالفعل ابتدت ناس كتير تملى الاونلاين ابلكيشن يعني، او الاونلاين سيرفي.